حياكم الله مجددا في هلا واهلا بكم في اول موضوعاتنا الحواريه لهذه الحلقه، والتي سنتناول فيها قصه الاسراء والمعراج بكل ابعادها ودوافع الحديث عنها ما بين وقت وآخر. يسعدني أن ينضم إلي للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ أحمد التوم، وهو عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وصاحب كتاب الإسراء والمعراج في الميزان، وهو أحد الكتب قيد الطبع الآن. وأيضا سينضم إلي أثناء الحلقة عبر السكايب الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي. أستاذ أحمد حياك الله معنا فيها هلا، وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. حياك الله، هذه دعوة كريمة من برنامج كريم يعز علينا وله عصب في المجتمع السعودي، وكذلك الدفاع عن مقام النبوة دفاع مشرف. فإذا تهيأ لأي مسلم أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن أي مسلم لن يتوانى عن الدفاع، فشكرا لهذه الدعوة الكريمة. في كتابك الإسراء والمعراج في الميزان، هل كنت تتناول فكرة القصة كما جاءت وكما سمع بها، ولا كنت تفند حكايات التشكيك حولها بين وقت وآخر؟ طبعا منطلق الكتاب كان يتكلم عن أن هذه القصة بابتداء متجردة، كيف حدثت، ما الذي حدث، ما الذي حدث أثناء هذه القصة، وبعد ذلك دراستها منطقيا وشرعيا أيضا فيما يتعلق بالأحاديث الصحيحة. فالحديث الذي يدار دائما سبحان الله، يعني القضية تتعلق بالإسراء والمعراج، يمكن تلاحظ أنها تتكرر دائما. لماذا؟ لأنها تتخذ على الصعيد الشخصي يعني ردود، والأصل في ذلك هي ليست الردود، هي قصة معجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصحيحة، ولم ينكر أي أحد من العلماء حدوثها. فالقضية وما فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما طلع من الطائف ماتت زوجته خديجة، كان حب خديجة يملأ قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فخرج إلى الطائف بعد ما مات عمه أبو طالب، فراح يبغى من ينصره، فأهل الطائف رموه بالحجارة. أبو يليل قال له: ألم يجد الله غيرك يرسله؟ يعني ملابسك بسيطة وشخص بسيط، ارموه بالحجارة. فرموه الصبيان بالحجارة، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم أدراجه وهو حزين، فأراد الله جل في علاه أن يؤانسه، فحدثت هذه القصة. فجاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقيل أنه أسري من بيت أم هاني. القضية وما فيها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أسري به من مكة، قال الله جل في علاه: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فأسري به على دابة يقال البراق. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاءني جبريل ومعه البراق، هو أكبر من الحمار وأصغر من البغل، يعني ما بين ذلك وذاك، وطويل، وخطوته على طرف نظره، يعني البراق هذا يسير بطرف إلى مدى نظره الخطوة الأولى. فالقصة يعني قصة معجزة. أصلا المعجزة متى تسمى معجزة؟ إذا كانت غير منطقية. إذا هي منطقية إذن لماذا هي معجزة؟ فلابد أن يأتي بشيء معجزة. الأنبياء دائما يأتون بالمعجزات، لماذا؟ ليصدقهم. موسى عليه السلام رمى عصاه فانقلبت حية، لماذا؟ غير منطقية، تقصد فوق الطبيعي. نعم، ما وراء الطبيعة، إذا كانوا يسمونها الأكاديميين بهذا الاسم، فتسمى معجزة حتى أثبتك الآن. الآن لو أبغاك تصدقني وأقول لك أنا بحرك لك الكأس وبعلمك إن عندي قوة خارقة، أنا لو تحرك الكأس مو بتبدأ تصدق؟ فعلا الرجل عنده قوة خارقة يحرك شيء من غير ما يلمسه. طيب لو مسكته وقلت كذا، ها وش رأيك حركت الكأس، وش بتقول أنت؟ تلعب عليه. هذا شيء طبيعي. فلذلك القصة الإسراء والمعراج قصة جميلة تتحقق فيها نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتأمل فيها، والله لو تتأمل في هذه القصة تسبح في خيال جميل رائع جدا وإيمان بالغيب راسخ. راح إلى القدس فصلى ركعتين، يقول: فوجدت الأنبياء كلهم وصلى بهم إماما. هناك لابد أن يفرق المتلقي والمستمع، لابد أن يفرق بين الإسراء والمعراج. الإسراء إيش معنى سرى في اللغة؟ سرى في اللغة معناته مشى ليلا، زي كلمتنا الشعبية اللي عندنا سرينا. أيه؟ سرينا ترى كلمة عربية، سرى ذكرها الله في القرآن، معناتها الذي يسير في الليل. فأسري به سبحان الذي سرى بعبده، أسري به ليلا إلى المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم قابل الأنبياء هناك. ولما قابلهم رآهم فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فجاءني جبريل، بعد ما صلى وخلص بالأنبياء، جاءني جبريل فخيرني بين الخمر واللبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل: هذه الفطرة يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لو أنك اخترت الخمر لغوت أمتك، ولكن بما أنك اخترت اللبن فلذلك ترى الأخيار موجودين إلى الآن، والخير في أمة محمد ما ينتهي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني جبريل على قبة الصخرة فصعد بي إلى السماء الأولى، فوجد من؟ وجد آدم. فماذا قال له آدم؟ قال: أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح. يقول: وجدته عن يمينه الشهداء وأطفال المسلمين.
يقول فانطلقنا إلى السماء الثانية فوجد يحيى وعيسى، فيقول عيسى حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض صفاتهم فقال عيسى كأنه خرج من حمام، يعني محمر الوجه بشرته حمراء. يقول فانطلقنا إلى السماء الثالثة فوجد من؟ فوجد في السماء الثالثة وجد يوسف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أعطي شطر الجمال يوسف. يقول فانطلقنا إلى السماء الرابعة فوجدنا إدريس، ثم انطلقنا إلى السماء الخامسة فوجدنا هارون، ثم انطلقنا إلى السماء السابعة فوجدنا موسى عليه السلام، ثم انطلقنا إلى السماء بعد السماء السابعة يقول فوجدت اللي هي سدرة المنتهى والبيت المعمور. يقول وجدت إبراهيم جالس ومستند على البيت المعمور، فقال لي أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح. الأنبياء كلهم كانوا يقولون له أهلا بالنبي الصالح والأخ الصالح لأنهم أخوته، ولكن لما وصل عند آدم ووصل عند إبراهيم قالوا له أهلا بالنبي الصالح والابن الصالح لأنهم آباؤه، لأن يمتد إلى إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وناظر في سدره وأنزل الله جل في علا النجم، سورة النجم، ما ظل صاحبكم وما غوى. القصة بسيطة جدا وقصة رائعة جدا ومعجزة من معجزات النبي، ولا يوجد مسلم إلا ويؤمن بها لأنها صحت بالأسانيد كلها. طيب هذه القصة كما عرفناها وكما نسمعها دائما، من أين تأتي موضوعات وحكايات التشكيك ما بين وقت وآخر؟ يعني في كل عام بعد كل مرحلة بعد كل مدة نسمع بعض الأصوات المشككة، يعني دوافع التشكيك أو مفاتيح هذا التشكيك في هذه الحكاية من أين تأتي؟ تأتي على منطلقين. إيه؟ المنطلق الأول أن الذين يبحثون هذه المسألة يبحثونها بطريقة تعتني بجانبهم هم، لا تعتني بالجانب البحث العلمي، فيجد أن العلماء اختلفوا في شيء واحد. قالوا بعضهم أن هذه القصة حدثت للنبي وهو نائم. إيه؟ وبعضهم الآخر قال أن هذه القصة حدثت للنبي صلوات الله وسلامه عليه حقيقة، يعني بجسده. ما يوجد أي عالم من علماء المسلمين أو أي من المسلمين ينكر حدوثها فعلا، كلهم متفقون على أنها حدثت. طيب كل عام لماذا يتكرر هذا النقاش؟ لأن عندنا مشكلة وحساسية عالية في النقاشات هذه. تجدنا كل فترة لما تثار مثل هذا الموضوع نقاشاتنا وين تروح؟ للشخص، نشخصن الموضوع بحيث أنك أنت إذا أثرت هذا الموضوع أنت ماذا تريد؟ أنت تفعل كذا، وأنت أصلا هذا فيه كذا، وأنت فيه كذا، أنت كباحث. والأصل أننا لا نتشنج لمثل هذا. موضوع بسيط عنده تساؤل وطرح التساؤل وهذه الإجابة. لو أننا تجردنا ورأينا على الموضوع فقط وحلناه بقضية فكرية، لأن العقول ثلاثة، عقل يفكر في الأفكار وهذه أعلى من درجات العقول وهذا يجب أن نتعاطى به، وعقل يفكر في الأشياء وعقل يفكر في الأشخاص. نحن نتعاطى في أبحاثنا بالعقل الذي يفكر في الأشخاص، من القائل ولماذا قال، ولا نتعاطى مع الفكرة ذاتها. ولو تعاطينا مع الفكرة ذاتها لانتهى الإشكال. طيب في الاختلاف اللي حاصل ما بين القصة النبي في الحلم أو في الواقع في الحقيقة، لا، أيها الأرجح وفقا للأدلة بصراحتها والراجح، وذلك قول مرجوح، لكن للأدلة بصراحتها أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أسري جسدا وروحا. لماذا؟ في الإسراء والمعراج. لماذا؟ لأن الله جل في علاه قال سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده. والعبد لا يكون إلا جسدا وروحا. ولو كانت، لو نفترض أنها كانت مناما ورؤيا، ليش يزعلون قريش؟ ليش ما يصدقون الموضوع؟ أنت الآن لو تقول لي نمت ورأيت رؤيا وتحلمت أني والله رحت إلى لندن، هل أنا أستغرب؟ في حلم. لكن لما تقول لي حقيقة أنا رحت بجسدي وروحي إلى لندن ورجعت، هنا أستغرب وأستشكل. فلذلك الاستشكال هذا دليل أنه أسري حقيقة بروحه وجسده، والموضوع بسيط جدا. ومن قال أنه أسري بروحه له أدلة أيضا، لأن معاوية رضي الله عنه قال أن إنما هي رؤيا، إنما هو رأى رؤيا، واستشكل عليهم وردوا عليهم وقالوا لا، معاوية نقل هذا النقل ولم يكن مسلما ذلك الوقت فلا نقبل نقله. فالموضوع نقاش فكري علمي. لا، هذا اللي ودي أنه نلقي الضوء عليه قليلا. نعم. اللي هي أدلة الذين قالوا أنه حلم. نعم. وأدلة الذين قالوا أنه جسد. طبعا الأدلة الذين قالوا أنه جسد قالوا أن الله جل في الآية صراحة سبحان الذي أسرى بعبده هذه لا تأتي إلا روحا وجسدا. طيب. الدليل الثاني قالوا أن لماذا قريش تزعل؟ لماذا زعلت قريش؟ لو أنه رؤيا ما لقوا عليه مكان، ما لقوا عليه درب، فلماذا ذهبوا إلى أبي بكر الصديق وقال أبو بكر أنا أصدقه في أنه يأتي بخبر من السماء من الله اللي هي أكبر من روح تهذي، ألا أصدقه في مثل هذا؟ فسمي بأبي بكر الصديق.
والقائلين بأنه إنما النبي صلى الله عليه وسلم نام وأسري به روحا يعني وهو نائم، قالوا أنه زي ما قلت لك حديث معاوية بن أبي سفيان بأنه قال معاوية وردوه، وحديث لعائشة أيضا تذكر مثل ذلك. فالموضوع بسيط، يعني سواء أسري بروحه أو بجسده فالواقعة حقيقية وما دار فيها حقيقيا، ويجب أن نسلم بما حدث فيها اللي هو موضوع الصلاة. فكانت 50 يعني أنا لا أرى أن هناك ثمرة كبيرة إذا قلنا أنه راح روحا أو جسدا. بيني وبينك الآن أنا وأنت، دعني أنا أخذ كلام اللي يقول روح وأنت خذ الجسد، طيب ولا لا؟ طيب إيش الفرق؟ ما في فرق. هل الحديث لا صحيح؟ لا في فرق. إيش الفرق؟ يعني في فرق حتى في حالة الإعجاز نفسها، يعني صحيح. حينما يكون يذهب جسدا هنا تتحقق فكرة الإعجاز اللي كنت تقولها في بداية كلامك أنه شيء غير طبيعي، لكن حينما يكون في الحلم فالفكرة ما فيها إعجاز ولا تثير استغراب أحد. لكن ثمرة العبادة، هل يعني ذلك أن حنا نرد موضوع الصلاة أو المواضيع اللي صارت في القصة ولا نسلم بها؟ نسلم بها، نسلم لأنها ثبتت. ومواضيع العبادات أو عبادة الصلاة اللي أقرت معمول بها أحسنت. بلا خلاف الحكاية نفسها أحسنت. هذا هو. إذن حنا نتناقش في أمر فكري له ثمرة، لكن ثمرته ليست الثمرة البالغة. فإذا قلنا روحا أو جسدا، ولكن الراجح جسدا، فإذا قلنا روحنا أو جسدا كلبنا نسلم بأن هذه القصة حقيقية وأن ما دار فيها حقيقيا وأن ما قيل فيها حقيقيا. هذا واحد. وأنا عندي صراحة فيما في 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 قضية أخرى إن كان هناك وقت، يتعلق بماذا؟ يتعلق بشخصنة المواضيع. عندما يسأل سائل لا تبدأ بشخصنته. طيب ممتاز، خلنا نأخذ هذه بتوسع أكبر، بس نطلع فاصل ونجيكم معنا الوقت يعني أو سعيدة سمحت لي. بعد هذا الفاصل مكملين. حياكم الله مجددا في أهلا. ضيفي هنا في الاستديو الأستاذ أحمد التم، وهو عضو الجمعية الفقهية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومؤلف كتاب الإسراء والمعراج في الميزان. أرحب فيك مجددا أستاذ أحمد. كما يسعدني أن ينضم إلي عبر السكايب الآن الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي. دكتور أحمد حياك الله وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. حياكم الله، اهلا وسهلا بك. انا اشكرك دكتور حقيقه اكثر من مره لقبولك هذه الدعوه، تجاوبك الدائم مع دعوات يا هلا، وايضا مع ظروف سفرك وابتعادك، الا انك كنت كريم ونبيل في تجاوبك معنا. حكايه الاسراء والمعراج، يمكن هذا السؤال طرح قبل الفاصل واكرر عليك، ما مفاتيح ودوافع التشكيك فيها بين وقت واخر؟ لماذا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا امين وعلى اله وصحبه اجمعين. وأعتقد أن مسألة التشكيك ترد في أكثر من موضوع، حتى في ثبوت الله ووحدانيته، وهذا يعني يقع من المعارضين بشكل كبير في كثير من الأمور التي يعني يجدون لها مساغا في التشكيك، من حيث أنها تكون من باب المعجزات يعني، أو يكون هناك بعض الروايات التي يقع فيها اختلاف في روايتها بعض عن الرواة، ولا يريدون أن يحققوا ذلك الاختلاف أو لا يقومون في تحقيقها على المنهجية العلمية، فقط يريدون أن يحتجون بما وقع من اضطراب أو وهم أو خطأ أو نسيان لدى بعض الرواة، فالرواة يشكك في الكل. هذا يعني ما يقع. فهناك بعض الأشخاص أيضا الذين تحملهم دوافع نزيهة، ولكنهم لا يوفقون، يريدون فقط أن ينقون يعني ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في بعض الآثار، فيجدون أن فيها شيء من المخالفة للعقل البشري أو لقدرات البشر، فيلجؤون إلى عمدون إلى هذه الروايات التي وقعت أو الاختلاف الذي وقع بين الرواة في نقلها جيلا عن جيل، فيشككون في مجملها وهم مخطئون وإن كانت أهدافهم ومقاصدهم حسنة. فإذا التشكيك قد يكون في ما هو أوضح من هذا أيضا، وهو وجود الله سبحانه وتعالى، وهو قطعا العقول تشهد له قبل الوحي والنص، وهذا وارد يعني الاختلاف في البشرية وورود مثل هذه الآراء والمعارضة، في حتى ما هو أوضح من هذا موجود.
طيب دكتور، لو يعني سألك أحد وقال لك بكل بساطة، قال لك يا دكتور أنا وأنا مسافر وأنا موجود وأنا في حلقة وأنا في درس وأنا في محاضرة، جمعني حوار مع أحد الأشخاص الموجودين واللي عنده يعني هذه الدوافع التشكيكية، وأريد أن أرد عليه بصحة حكاية الإسراء والمعراج، كيف أرد؟ أولا هو أشير للإسراء ثبت في الإسراء ثبت نصا يعني في قول الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهذا ثابت قطعا بالنص القرآني، فما ليس هناك مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بهذا الكتاب ويصدق بما فيه إلا وهو يسلم بهذه القضية. فالإسراء ثابت، والإسراء ثابت جسدا وروحا لقول الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بروح عبده إنما قال بعبده، وهذا يشمل الروح والجسد. وقال في الآية لنريه من آياتنا. وثم بالنسبة للأحاديث فهي تكاد تكون متواترة الحديث التي تثبت، لكن أنا أتكلم عن أصل الإثبات وهو النص القرآني المعصوم الذي لا يتطرق إليه الشك ولا الاحتمال، فإن الإسراء ثابت. أما المعراج فأشير له في سورة النجم في قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، يعني الضمير يعود فيه إلى جبريل، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا وقال فيها ما زاغ البصر وما طغى، والبصر هو جزء من البدن، فمعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت بالقرآن أنه عرج به إلى السماء، وأنه رأى جبريل مرتين ورآه عند سدرة المنتهى، وهذا إثبات بنص القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ارتقى إلى السماء يعني العليا واقترب حتى سدرة المنتهى ورأى جبريل مرتين، وأن الله زكاه فقال ما زاغ البصر وما طغى، فهو إذن ينسب إليه جل وعلا ثبوت هذه ولقد أريناه من آياتنا الكبرى، يعني إثبات الرؤية الحقيقية وليست رؤية منام، لأنه لا يطلق على المنام بصر. فقول الله جل وعلا ما زاغ البصر وما طغى دال على ثبوت يعني أيضا المعراج، والأحاديث في ثبوت المعراج تكاد تكون أيضا متواترة. يعني نعم هناك روايات وردت تعارض، وهذا طبيعي في النقل البشري يرد عليه الوهم والخطأ والنسيان، ولكن المنهج المحدثين في تدقيق هذه الروايات وجمع طرقها ومعرفة المتفق عليه منها ينفي هذا كله، يعني وتثبت لنا ولله الحمد ما يؤيد ويقطع بصحة ثبوت الإسراء بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه والمعراج به أيضا إلى السماء، وهذا من حيث النقل. أما من حيث العقل فلماذا يعني نحن نؤمن بأن جبريل يأتي بالوحي صباح مساء وينزل به من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ننكر أن يكون قد عرج أو أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء ثم رجع في ليلته؟ يعني هذه قضية مردها ليست ادعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنني فعلت ذلك بنفسي، إنما الله سبحانه وتعالى ولذلك سبح وقدم التسبيح لعظم المسألة، فقال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي قضية فيها إعجاز وقام، وليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعى أنه يعني من حوال البشر التي لا يمكن أن يفعلها محمد. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل هذا بقواه العادية البشرية، إنما الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت ويتحدى قريش ويثبت لهم أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليشرع له ما شرع له في تلك الليلة وعظمة وتوقيرا، فكانت هذه المسألة ككل. فقضية الإنكار من حيث النقل لا تستقيم لأحد، ومن حيث العقل كذلك، نحن لو أردنا أن نأتي إلى بعض الحوادث التي يعني ابتكرها الناس تقنيا اليوم، نحن الآن نتجاوب معك ونتكلم معك من بلد لا يعني لا يمكن أن نصل إليها كان في ذلك الزمن بالأشهر، ولكننا نتحدث ونتكلم في لحظة، فإذا لا ينبغي أن نأتي بمقاييس العقول البشرية الدنيوية فنقيس عليها قدرة الله،
قدرة الله سبحانه، إن الله على كل شيء قدير، لا يمكن أن نحد قدرة الله تعالى بحدود يعني الزمان والمكان الذي يحكم حياة البشر اليوم، والمقاييس العقلية الدنيوية التي يعني ألفوها وأصبحت نمطا محددا يمكن أن ينكر بها ما هو مخالف للمحسوس المعهود، لا ينطبق هذا على ما كان معجزا من معجزات الله جل وعلا. فالله تعالى على كل شيء قدير، فمن ينكره عقلا نقول له إن مقاييس العقل البشرية لا يمكن أن تكذب قدرة الله تعالى الذي ينزل به، ينزل جبريل بالوحي صباح مساء، ونحن نؤمن بهذا. فلماذا ننكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم فرض عليه ما فرض ثم عاد عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه؟ هذا لا يعني لا يرد لا عقلا ولا نقلا في نظري. نعم جميل، أرجع لك لموضوع الروايات دكتور. بس أستاذ أحمد اليوم الآن أنت من قبل دللت على حديث سبحان الذي أسري بعبده، نعم. الآن الدكتور أحمد أيضا يورد دليلا قرآنيا على الإسراء وعلى المعراج، نعم. إذا كانت هذه الأدلة ثابتة في القرآن منذ نزوله حتى اليوم، ألا يعني يحدث هذا نوع من التساؤل لماذا عند من ينكر؟ نعم، نعم يعني نعم. إذا عندنا دليلين قرآنية ثابتة، واحد على الإسراء وواحد على المعراج، نعم. كيف يمكن أن نفهم عقلية الآخر اللي ينكر؟ نعم، القضية هنا العقلية الذي ينكر هذه القصة، لا شك أن الذي ينكرها هو فهم خطأ. يعني باختصار القصة اللي أنت الآن سوف يرد على المشكك فيها، باختصارها القصة وقعت ماذا حدث؟ أسري بالنبي ثم عرج به إلى السماء السابعة روحا وجسدا عند أهل السنة والجماعة، هذه انتهت. إذن الخلاف، طيب وين اللي صائر ودائر؟ الخلاف صائر ودائر، هل أسري عرج بروحه أم بجسده فقط؟ لكن اللي يشككون يظن أن هناك من أنكر أصل القصة، ولا يوجد. الآن أنا أعلنها وأتحدى أتحدى أتحدى أن يأتي أي رجل، أي رجل سواء مسلم أو غير مسلم، بقول واحد من علماء المسلمين ينكر القصة. أنا أتحدى إلى الآن، من الآن إلى قيام الساعة، أي قول لأي عالم من علماء المسلمين يقول بأن هذه القصة وهم ولم تحدث. الخلاف وقع فقط هل عرج بروحه أم بجسده وروحه، وهذا خلاف لا، طيب لا يلقي ثمرة. طيب الخلاف هذا يشمل الآية اللي في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى؟ نعم. يعني يشملها تفسيريا؟ نعم يشملها أكيد. كيف؟ إحنا الدكتور أحمد شرح التفسير القائم على الإعراج الجسدي، أنه عرج به، أو المعراج عفوا الجسد، أنه عرج، نعم، به الجسد. كيف التفسير الآخر؟ التفسير الآخر اللي تقصده أنت في المنام؟ أيوة. لا، هذا دليل لمن يقول روح وجسد. والخلاف أيضا إذا كان في الروح والجسد، هذا دليل لروح وجسد، لكن هذا الدليل إذا قدم من قبل الذي يقول أنه روح وجسد. نعم، كيف اللي يقول انه روح شكك في الدليل نفسه؟ يعني وين مفتاحه للموضوع؟ وين تفسيره للآية؟ ليس هناك مفتاح فيه اصلا، هو تفسيره فقط. قال ان زي ما قلت لك ان الحديث التي وردت وانه وقع في المنام فقط، وكله يقر بداخل القصة. احنا نهتم دائما بالعلة اللي هو ايش؟ هل القصة صحيحة؟ نعم صحيحة. اذا ليس هناك من يشكك في صحة القصة، في صحة هذه الرواية، لا حديثيا ولا 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 منطقيا ولا فكريا، لاننا قلنا اصلا نقص دليل الكمال والمعجزة دليلا منطقيا. اصلا المعجزه لا تسمى معجزه الا اذا كانت خارقه للمنطق، فمن المنطق ان لا تقول ان هذا غير منطقي. فالموضوع منتهي. طيب اللي البلبله اللي تصير، البلبله التي تحدث لها اهواؤها ولها مجالاتها وليست مجالنا. يعني يستطيع من يقول ان يقول ما يقول، ولكن في الاخير لا يصح الا ايش؟ الا الصحيح. الان انا لو قلت لك ما في ترى، ما في كاميرات، هل كلامي صحيحا؟ في هذا احد بيرد علي؟ ما عندنا كاميرات، والكاميرات موجوده. اذا هل كيف شافها؟ طيب هل هذا يستحق مني ان ارد؟ لا. اذا الخلاف نوعان، خلاف فيه نظر وخلاف شاذ. اللي يقول اشياء ثابته بانها غير ثابته لا تستطيع ان تناقشه. ليش؟ لان من المعضلات اثبات المثبت. لو انا وياك هذه يسمونها الهرطقه والصفصطه، لو انا وياك الان نتناقش هل هذا موجود ولا مش موجود، نقعد سنه كامله ولا احد يصدق. طب شلون موجود؟ هو موجود. طب شلون؟ لان هذه قالوا العلماء ان هذه الصفصطائيون. هذا الشاذ. نعم، فهذا الخلاف الشاذ. اما الخلاف الذي فيه نظر، الذي يقع في نفس القصه، الروح ام الجسد، خلاف فيه ادله، يحق للقائل هذا بان يقول ويحق للقائل هذا بان يقول، والراجح انه روح وجسد. لكن القضيه كلها أننا يجب أن لا نتشنج لمثل هذا. يا جماعة الخير الموضوع بسيط والنقاش فكري راقي. ترى الذي يحدث هنا
فكريا راقيا. طب وين الشيء اللي مو براقي؟ ان الذي ينكر معليش يعني ينكر قدعنا. وشلون قدعنا؟ والله انا مش موجود يا عمي، هذا هو موجود. لا 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 مش موجود. طب شلون تقنعه هذا؟ فهذا هو الحوار الذي لا يسمى راقيا. طب ما الحوار الراقي؟ الحوار الراقي انا اقول لك تعال هناك عالم من العلماء قال كذا وكذا وكذا في الروح، وانت ناقش حوارا راقيا ونصل الى نتيجه راقيه ويكون حوارا هادفا. الحوار الذي ليس بهادف هو الذي يقوم على ايش؟ على ارضيه قدعنا، معليش على التسميه هذه، انه والله ما في شيء بس انا عاوز كذا، فهمت علي؟ لكن القضيه وما فيها ان الامر جدا جميل. حتى هل تعلم يا مفرح استاذ مفرح ان صوره النجاح لا تهج راس ان الله يرفع قدرك، شكرا لك عذرا يعني، لكن هل تعلم ان صوره النجم التي تكلمت عن هذا الوضع ايش سوت في قريش الذين ما امنوا؟ سجدوا كلهم في اخر الصوره، حتى انه اشيعت اشاعه بان قريش اسلمت وعادوا الذين في الحبشه رجعوا من صوره النجم. ما ضل صاحبكم وما غوى. لذلك حسان بن ثابت عندما قال بطيبة قبر للرسول ومعهد منيرا وقد تعفو الرسوم وتمهد، لا تمتحي الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم وربع له فيها مصلى ومسجد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد. هل تعلم لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة؟ هي مؤانسة من الله جل في علا له، لأنه تعلم وش دعا؟ دعا قبل ذلك قال اللهم إن لم يكن بك غضب مني فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. مطرود، ما أحد يستقبلني، مات عمي أبو طالب ولا في أحد. وش قال؟ شوف في دعاءه، قال اللهم إن لم يكن بك غضب مني فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. ربي إلى من تكلني؟ إلى قريب ملكته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ فدعا هذا الدعاء، ومن ليلتها إن صحت هذه الرواية أسري بهذا النبي الكريم إلى هذه القصة المعجزة الكريمة. والقضية قضية رائعة وجميلة، فما لا داعي نجرها إلى الشخصنة، بالعكس حوار راقي وحوار فكري جميل، وبإمكانك أن تسأل السؤال الذي تريده، ولكن يكون في نتيجة ومضمار نقبله كلنا. جميل. الدكتور أحمد قبل شوي ذكرت في حديثك أن هناك بعض الروايات، يعني حتى نفند اليوم على الهوى لكل من يتابع، ما الروايات التي كانت تشكك في حكاية الإسراء والمعراج اللي وردت تاريخيا أو أبرزها على الأقل؟ الروايات هي لا تشكك، يعني مثلا وردت في بعض الروايات تشير إلى أنها رؤيا منام، وأيضا هناك ورد في بعض الروايات التي رويت عن، لأن حديث روية بطرق متعددة يكاد يعني عند بعض العلماء هو يعد متواترا يعني الحديث، فورد في بعض الأحاديث وهم وسوء حفظ لبعض الرواة، فاضطرب يعني في وضع الأنبياء في السماوات تقدم وأخر، لأن حديث طويل يعني، فوقع فيه بعض الأوهام، فحصل من هذا من خلال هذا يعني، او العلماء اهل الحديث يعرفون كيف يميزون تلك الروايات ومن هم الرواة الذين وقعوا في هذا الوهم وفي هذا الخطأ من خلال ما ترجم لهم في قوة حفظهم وموافقتهم للثقات من عدمها، وايضا ما اتفق عليه الضابطون للحديث في تلك الالفاظ فيخرجون هذا، فمن اراد ان يشكك اورد على المثبت تلك الأحاديث التي فيها ألفاظ أخطأ فيها رواتها أو وهموا فيها في بعض الأشياء، أو قالوا أنها رواية منام، أو قالوا أنها يعني تكررت. ففي مثل هذه الإيرادات يتطرق إلى الناس أو بعض الناس الذين ليسوا لهم يعني معرفة بعلم الحديث ومنهج أهل الحديث في ضبط تلك الاختلافات، يتطرق إليهم الشك في هذا ولماذا مثل هذا الاختلاف يعني يقع، وهذا الذي يبدو لي وقع فيه أو من تحدث في هذه القضية. نعم. هو أراد أن يشير إلى المسألة إلى الخلاف في هذا، ويقول أن كتب السنة أو كتب السيرة النبوية فيها كثير من الروايات التي وقع فيها الخلط في هذا الأمر. نعم. لأنه بعد ذلك تراجع وقال أنا لم أنكر يعني الإسراء ولا المعراج، وإنما أوردت وجهة النظر الأخرى التي يخفيها بعض المحدثون أو بعض العلماء التي هي موجودة في السيرة النبوية، فتراها فهو يعني ربما تكون خانته العبارة فقال عبارة معينة أوقعت هذا اللغط يعني. نعم. أما
دكتور أخيرا وبإيجاز إذا سمحت لي، كل الأدلة التي ذكرتها واللي ذكرها الأستاذ أحمد هي فيها رد واضح وصريح ومنطقي على من يشكك ويحاور، وأنت أسميت في البداية بعض الدوافع النزيهة، لكن ماذا عمن ينكر تماما سالفة الإسراء أو المعراج؟ يعني ما الموقف منه، وهل هناك حكم شرعي على هذا الإنكار أم لا؟ بإيجاز إذا سمحت. يعني كل المسائل الدينية إذا كان المنكر لها عن تأول فهذا يعني إلى ربه، يعني نيته وشبهته التي أوقعته في ذلك الإنكار. أما الإنكار الذي عن ثبوت بمعنى أنه يعلم صحة ذلك، نعم، ويدرك أنه ذلك المعنى الحق ومع ذلك يجحده، فهذا محل المحاكمة فيما يبدو لي، بمعنى أنه يناقش وتقام عليه الحجة، فقد تصل المسألة إذا كان جحودا لما قطعت به ثبوته الأدلة، فهو جحود لما يثبته القرآن وجحود لما تثبته السنة وهو مقر بإثبات ذلك، فهذا الجحود ينتقل إلى الكفر بالحق. فقضية، لكن هذه قضية لا ينبغي إطلاقها للأفراد، إنما تعود إلى يعني قضية المناظرة والمحاورة من قبل من يكلفه السلطان والحاكم لمواجهة مثل أصحاب تلك الحملات أو تلك الآراء، نعم، ليواجههم من خلال يعني مناظرة علمية منضبطة حتى تثبت عليه الأدلة، وبعد ذلك تقام عليه الحجة، فإن أصر على تكذيبه ما يقر بثبوته فهذا جحود لما يعني يثبته القرآن وما تثبته السنة الصحيحة وهو مقر بما فيه، فإذن هذا يصبح بباب الكفر نعوذ بالله. ولكن هذه مسألة كما قلنا مختص بها الحاكم وليس بها أفراد الناس. أما ما يتعلق بتأول بشبهة إما عقلية أو نقلية فهذه قضية يعني يترك صاحبها، يعني ولا ينبغي لا تفسيقه ولا تبديعه ولا تكفيره، لأنه يقوم في ذلك من خلال يعني استدلال، فهو يستدل على ما وقع فيه من في نظر الآخر لم يخالفه في تلك الشبهة عن دليل في نظره أنه صحيح، فلذلك ينبغي فقط أن تكون مدار الأمر فيما بينه وبين الآخرين هو المحاورة والمناظرة، ولا ينتقل إلى جرحه في دينه ولا اتهامه بأي شيء من التهم التي فيها النيل من عرضه، فهو يبقى مسلم معصوم الدم والمال والعرض، ولا يجوز أن يتجرأ أحد على جرحها والقدح في عرضه أو في إيمانه، لأنه بنى ذلك الرأي على شبهة وعلى تأول لأدلة أو لأمور عقلية أوقعته في ذلك اللبس، فمدار الأمر يكون في المحاورة والمناظرة فقط ولا يلجأ فيها إلى الحكم عليه. نعم دكتور أحمد بن قاسم الغامدي، شكرا جزيلا لك ولآرائك وانضمامك معنا في أهلا. أخيرا أستاذ أحمد، إذا أردنا أن نجمل هذا الحديث للمشكك والمنكر ماذا نقول له كخاتمة لهذا الأمر؟ نقول له أن الأمر بسيط جدا، وأن القصة ثبتت يعني وهي معجزة، والإيمان بالغيب هو من أصول هذه الشريعة، فلا بد أن يؤمن بالغيب، وأن هذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أسري به روحا وجسدا وذهب وشريعة الصلاة وانتهت القضية، ما يحتاج أنك تشكك فيها أصلا، لأننا نحن نصدقه أنه يأتي بخبر من السماء من عند جبريل ويكلمه الله، فلا نصدقه فيما هو دون ذلك، فلذلك هذا أمر بسيط لا يحدث إشكالا، هذا في المنطق الأول. أما في الجهة الثانية كيف نرد على المشكك الذي دوافعه ليست نزيهة؟ المشكك الذي دوافعه ليست نزيهة لا شك أن الذي ينكر ذلك يعني ليس بمسلما، لكن الذي ليست دوافعه نزيهة الصبر عليه والحلم عليه وتبيين ذلك مرة ومرتين وثلاث، والأمر لا يحتاج أن تكون متحسسا بشكل كبير، الأمر واضح ومنطق والحق أبلج دائما. يعني أستاذ أحمد شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. أنا أشكر الأستاذ أحمد التوم عضو الجمعية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأشكر أيضا الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، كان هذا حوارا واضحا جدا، وأنا أستخدم هذا التعبير لما أورده الضيوف في هذه الحلقة من أدلة قرآنية واضحة وصريحة لكل من أراد أن يتتبع هذا الموضوع. أتمنى أن تبقى هذه الحلقة وهذه الآراء الموجودة وهذه الأدلة المثبتة علميا وعقليا ونقليا مرجعا دائما لكل من أراد أن يعود إلى أصل هذه القصة وإلى حقيقتها في كل زمان ومكان. هذا فاصل ومكملين بعده.